هنبدأ حلقتنا النهارده مع حضراتكم من أرض سيناء الطيبة، من أرض الذهب. ضيفتنا واحدة من سفيرات وبنات أرض الفيروز، هي سفيرة ونموذج للمرأة المصرية المخلصة لوطنها على أرض جنوب سيناء، واللي دايما الحقيقة احنا كبرنامج بنكون حريصين جدا ان احنا نسلط الضوء عليهم، نشجعهم وندعمهم ونبقى فخورين بيهم. ضيفتنا نجحت من خلال مبادرتها التنموية ان هي تحول عدد كبير من السيدات المايلات هناك لسيدات رائدات اعمال وعندهم المشاريع الصغيرة الخاصة بيهم، علشان يتم توفير لهم حياة كريمة لكل سيدة وكل فتاة لنفسها ولأسرتها، ويعني تقدر ان هم تمكنهم اقتصاديا بحيث ان هم يحققوا اهداف التنمية المستدامة على ارض الفيروز. لقبوها سينا بسفيرة السعادة. طبعا عايزين نعرف بقى ايه يعني حكاية هذا اللقب سفيرة السعادة، وايه المبادرة اللي هي عملتها. المبادرة دي على فكرة اسمها اتطوري وامسكي في حلمك، العنوان جميل. وفي مبادرة تانية كمان الحقيقة، مشروع من البيت، برضو ده مبادرة تانية. هنعرف تفاصيل بقى اكتر عن المبادرتين المهمين دول من ضيفتنا اللي منورانا ومع حضراتكم النهاردة، الأستاذة شيرين الهواري صاحبة مبادرة اتطوري وامسكي في حلمك ومبادرة مشروع من البيت لدعم المرأة المعيلة في جنوب سيناء. منورانا وبنورك والله، بنورك وبنور حضرتك معانا، وشرف ليا وجودي معاكم، ميرسي بجد على المقدمة الجميلة دي جدا، يعني حقيقي منورانا. ونبدأ من شغلك في السياحة، يعني احنا عارفين كده انه ده شغلك الأساسي ان انت بتشتغلي في السياحة يا شيرين، بس ازاي جات لك الفكره انه انت مش مجرد تبقي بتشتغلي وبس في السياحه طبعا على ارض يعني سيناء الجميله، ولكن قررتي انه انا هساعد وهعمل مبادرات ليها علاقه بتنميه المراه المعيله؟ طبعا هو انا فعلا شغلي في السياحه، انا تقريبا بقالي دلوقتي 20 سنه عايشه في شرم الشيخ، وهي فعلا سيناء العشق وليها سحر تاني خالص. اللي بيروح يعيش في منطقه سيناء او في جنوب سيناء عاده فعلا ما بيعرفش يرجع يعيش تاني. وهي سحرتني بجمالها وجوها وكل حاجه. لما اشتغلنا في السياحه، طبعا احنا عارفين السياحه من القطاعات اللي مرت في الفتره الاخيره بازمات كتير جدا. فكل اللي عايشين في البلد، لو السياحه مش شغاله كويس، ما فيش نسبه اشغال كويسه في الفنادق، ما فيش سياح في البلد، فبالتالي دخل الاسر ودخل الافراد بيتاثر. فكان لازم نشوف حل بديل للأسر دي. وإحنا طبعا عارفين الست المصرية هي ست جدعة دايما طبعاً. قوي بتحاول تدبر وتقف جنب جوزها وهي عماد البيت، إن هي يعني في الأزمات هي اللي بتقول بتكون المنقذة فعلا للبيت. ففي الفترة الأخيرة أو في يعني من أول ما رحت شرم ما كانش فيها أسر كتير مقيمة، لكن في السنوات الأخيرة بقت الأسر المقيمة كتير، فبقى عندك أجيال وأولاد في مدارس وسيدات مقيمات، يعني اللي هم بيشتغلوا في الفنادق الرجال مثلا بقوا يجيبوا زوجاتهم اللي شغالين مثلا في الفنادق او في البنوك او في اي مؤسسه داخل شرم الشيخ. فالسيدات ابتدت في زهق، يعني مفيش حياه اجتماعيه في شرم، برضه هو الحياه ايه، شغل بزنس يعني في الشغل او في البيت. فابتدينا نفكر ان احنا نشوف لهم حاجه يطلعوا الطاقة اللي بالزبط. عندهم ندور على البطلة اللي جوه كل ست مصرية. كان حلمي ان انا افكر اشوف اطلع احلى ما في الست المصرية، لان احنا هناك بنشتغل طبعا او بنتعامل مع اجانب من جنسيات مختلفة. فكنت عايزة انقل نموذج تفتخر بيه كل ست مصرية قدام الجنسيات الاخرى، لما يشوفونا يقولوا ايه ده، انتوا ازاي بنات مصر، انتوا ازاي بتشتغلي في البوزيشن ده، انتوا ازاي بتعملي الحرفة اليدوية ديت. هي دي كانت الفكرة، ان احنا كنا عايزين فترات الازمات اللي احنا مرينا بيها بالسياحة نلاقي فرص عمل للسيدات، حتى لو هي مش مؤهلة لسوق العمل، لكن تقدر برضو تساعد في البيت، تقدر تساعد نفسها، تقدر تساعد جوزها، تقدر تساعد بيتها. وانا عايزة امسك بقى، انت بتقولي ايه حتى لو هي مش مؤهلة، طبعا ان هنا بقى جاء عنوان المبادرة بتاعتك اتطوري امسكي في حلمك. اتطوري امسكي في حلمك بالنسبة لي هي الحلم، هي حلمي انا. اتطوري امسكي في حلمك بالنسبة لي هي الحافز لكل ست مصرية. اتطوري امسكي في حلمك هي الدافع والتشجيع لكل ست. احنا الستات المصريات لما يعني مثلا لو هنتكلم على المتزوجات، اوكي، هي لما بتتجوز بتنسى نفسها وبتشتغل في تربيه الاولاد، ودي طبعا المهمه يعني الاولى ليها، الاولى واعظم مهمه طبعا، لان انت تربي اجيال. اوكي،
ففكره اتطوري امسكي في حلمك، ان انا لقيت ستات كتير تحسي ان هم ايه نفسهم يعملوا حاجه بس مش لاقيين الطريق، مش عارفين يمسكوا الخيط منين. انا عايزه اشتغل بس انا ما بعرفش. طب عايزه تشتغلي، طب انت في شرم الشيخ ايه مجالات طب الشغل؟ اتطوري بتطوريهم ازاي او هم بيطوروا من قدراتهم ازاي؟ ابتدينا احنا ننور لهم النور كده. انت دلوقتي سي مثلا عايزه تشتغلي، اوكي انا اشوف السكيلز اللي عندك، المهارات اللي عندك، لو هي شويه عليها شويه تراب فانا ابتدي اساعدك فيها. سي مثلا حضرتك خريجه كليه، لو هنتكلم كاتيجوري نمبر 1 ان هم الخريجات مثلا كليات او كده، طيب حضرتك بتعرفي كمبيوتر، حضرتك بتعرفي انجليش، لو انت عايزه تشتغلي مثلا في فنادق، عايزه تشتغلي في بنوك، عايزه تشتغلي مثلا في مستشفى، الاماكن دي محتاجه سكيلز معينه، مهارات معينه. ان احنا بندور على السكيلز اللي عندها ونبتدي نديها كورسات. الكورسات دي جت في وقت من الاوقات ايام الكورونا ان احنا بقينا نشتغل ايه اونلاين، اوكي. فابتدينا نشجع الستات اللي هو لا ما تخافيش، ما يبقاش عندك رهبه، حتى لو انت شايفه ان انت كبرتي في السن، ايه ده انا هرجع اتعلم انجليزي تاني، هرجع اتعلم كمبيوتر، اقول لها اه، لان هم دول اهم سكيلز عشان حضرتك تشتغلي في مدينه سياحيه لازم تكوني بتتكلمي لغه وعلى وبيزك بتاعك ان انت بتعرفي الكمبيوتر. طيب فاشتغلنا في الحته دي. طيب هل عملتوا حاجه بقى للمراه السينويه تحديدا؟ يعني انت كلمتينا عن الاسر المقيمه اللي هي بتيجي شرم الشيخ علشان تشتغل، عملتي حاجه بقى يا شيرين لاهالي جنوب سيناء نفسهم؟ احنا كان عندنا ميزه في شرم الشيخ كمدينه سياحيه، وخاصه الفنادق، الاول الفنادق اللي تشين اللي عندهم فروع بره مصر، اوكي، ان هم بيبقى عندهم بلان كده، فكره الاستدامه او فكره خدمه المجتمع. وحاليا دلوقتي مع اهداف التنميه المستدامه ومع رؤيه الدوله المصريه ورئيس السيسي ان لازم الخدمه المجتمعيه دي او كل المؤسسات تخدم المجتمع، حتى مش الشركات الاجنبيه، حتى المصريه طبعا. فالفنادق هناك كانت بتدعمنا ان احنا نعمل بازارات للاشغال اليدويه للسيدات السينوية، مميزين بيها جدا، كتير بتوفر لنا ان احنا ناخد قاعه مثلا في الفندق فيه والسيدات البدويات تعرض منتجاتها فيها، تعرض منتجاتها. وعملنا كذا معرض مع مثلا مركز دعم المراه في الثور، عملنا كذا معارض كتير وكان في اقبال، لان طبعا الاجانب بيتوهموا جدا على الشغل اليدوي والشغل السينوي ده، وطبعا الحرفه اليدويه لو احنا عرفنا قيمتها هندفع فيها فعلا فلوس. فاحنا بنساعدهم طبعا، كنا في التسويق، مش بس الست السينويه، احنا كمان بنساعد الستات المصريات، او احنا مش مصريات بس في سينا، يعني في جنسيات كتير معانا برضو، سوريات معانا، فلسطينيات، يعني معانا جنسيات كتير مقيمات في سينا. يعني بتستهدفوا كل السيدات اللي في المجتمع، سواء بقى كانوا مصريات، سينويات، سوريات، يعني اي جنسيه المتواجد معانا. لان فعلا الناس ما كانتش متخيله ان في مجتمع مدني في شرم الشيخ. فاحنا كنا عاملين بقالنا فتره المبادره هدفها ان احنا نعمل سبوت، لا في مجتمع مدني في شرم الشيخ، يعني الناس لما تيجي بقالك 20 سنه في شرم الشيخ ازاي؟ طب انا عايز اسالك سؤال، يعني الى اي مدى في تفاعل او تجاوب او مشاركه فعليه من المراه السينويه؟ بالنسبه للمعارض؟ لا بالعكس جدا، هو ده حياتهم وده شغلهم وده تراثهم. فلما بيلاقوا اي معرض بينزلوا فيه، غير في الفتره الاخيره طبعا بقى يتعمل معرض ديارنا عندنا طبعا في شرم الشيخ تبع وزاره التضامن، تراثنا يعني بقى في معارض كتير اللي كنا بنسمع عنها في القاهره اتنقلت تتعمل تاني كمان في شرم الشيخ، ودي ابتدت تظهر مع وجود مجلس قومي للمراه، وجود وزاره التعاون التضامن اسفه، مع فتره الكوب المناخ ابتدت تتعمل معارض كتير للسيدات المقيمات في شرم الشيخ والسيدات السينويات، ده ليهم بارتيشنز داخل الجرين زون في ايام مؤتمر المناخ. حلو قوي. انت عندك برضه مبادره ثانيه اللي هي مشروعك من البيت، ودي المبادره دي بقى لمساعده المطلقات او السيدات الارامل ان هم برضه يقدروا ان هم يكونوا منتجين. هي مشروعك من البيت مش بس هحدد فيها مطلقات او ارامل، بس انا بيبقى ليا بايوريتي في الاختيارات. مشروعك من البيت دي هي مبادره ان احنا جمعنا كل الستات زي ما قلت لحضرتك، بقى في اسر وبقى في ناس مقيمه كتير في شرم الشيخ، ففي سيدات كتير عايزه زي ما احنا قلنا ان الست المصريه هي عماده البيت ودايما بتشوف تدبر الحياه الماليه ازاي، فبقى في ستات كتير بقت تجيب منتجات وتبيعها من البيت، ملابس،
كروزات تشتغل اونلاين يعني بتشتغل بقى اونلاين، بس كان عندهم مشكله في التسويق. كان عندهم مشكله في التسويق. فاحنا ابتدينا نجمع الداتا دي ونجمع كل السيدات وبقينا نعمل لهم معارض في فنادق، معارض في اماكن كبيره زي البازارات اللي بتتعمل هنا في القاهره وفي اسكندريه. المعارض دي بيحضر فيها اهل البلد وبيحضر فيها كمان الاجانب. ده الشق الاولاني من فكره مشروعك من البيت، ان انا بعمل تسويق للسيدات للمنتجات اللي هم بيجيبوها. بالظبط كده. الشق الثاني بقى، ودي كانت المفاجاه، موضوع مكن الخياطه. بمعنى ايه؟ بتوفروا لهم مكن خياطه. بنوفر لهم مكن خياطه. زي ما حضرتك قلتي في الاول ان في سيدات غير مؤهله لسوق العمل، يعني ما تقدرش ان هي تشتغل مثلا في اي مؤسسه بره البيت او كده، وفي ظروف كمان ممكن تخليها ما تشتغلش بره. في ظروف عندها اطفال صغيرين، عندها مثلا حاجه صحيه ما تقدرش تخرج بره البيت. فانا بشوف السيدات دول هل هم مثلا بيقدروا يعرفوا يخيطوا؟ لما باجي اوزع مكن الخياطه انا بختار بقى البيوريتي بالنسبه لي الاولى المطلقه، الارمله، او بتعيل. طب انا لازم اسالك سؤال، يعني التمويل للمبادرات دي بيجي من فين؟ انا ما بحبش كلمه تمويل لان احنا جهود ذاتيه. وزي ما قلت لحضرتك كده، هي الفكره كان حلم. فكره اللي هو علمني الصيد ولا تعطيني سمكه. احنا كلنا بنعمل العمل الخيري في ابسط اوجه للعمل الخيري، اللي هو اديك فلوس او اديكي اكل او لا. انا ما كنتش حابه كده. انا كنت عايزه احقق فكره الاكتفاء الذاتي، ان حضرتك تشتغلي وتتعبي وتكسبي ويبقى عندك مشروع هيبقى طعمه احلى. واحساسك بالنجاح واحساسك ان انت عندك مشروع. انا بقول لك انت صاحبه مشروع. انا هديكي راس المال، انت مشكلتك في راس المال، انا هديكي المكنه دي وانت اشتغلي وانتجي. احسن بكتير. وانت بتسوقي لهم المنتجات اللي بينتجوها دي يا شيرين من خلال مبادره. بالظبط. هو دلوقتي احنا طبعا زي ما بقول لحضراتكم كده، احنا بندي المكن الخياطه ده مجانا. فيك بس ارد على سؤال موضوع التمويل. لا، احنا كلنا سيدات. الاول يعني مثلا من فتره كده مكن الخياطه كان بسيط، يعني سعره 2000 3 مثلا. احنا بنجيب المكن البيزك يعني. دلوقتي طبعا مع زياده سعر الدولار المكن بيزيد. فاحنا لو احنا 10 سيدات وكل واحده دفعت 200 جنيه هنلم سعر مكن. يعني سوري مش مبلغ. بجانب ده عملنا حاجه ثانيه جدا، عملنا للسيدات او الاسر في شرم الشيخ كارت اسمه كارت تخفيض. بقينا نوزع كارت التخفيض ده، ان انا بجيب لك تخفيض في مطاعم كتير مثلا او كافيهات او اماكن مقابل مثلا من 50 ل 100 جنيه. ال 50 جنيه دي اشتراك تقدروا تستفيدوا بيها في هاخدها انا. اعمل بيها ايه؟ اشتري بيها مكن الخياطه. حلوه قصه تمويل. لا، احنا جهود ذاتيه كلنا ستات في بعضينا. بنحييكم عليها والله كلكم يعني بنحييكم. الحمد لله الفكره نالت اعجاب دلوقتي هتتنفذ في الطور. ان سياده المحافظ اللواء خالد فوده هيعمل مشغل في الطور ب 20 مكنه. جميل. احنا كنا لسه هنسالك عن الحاجات الجديده بقى والاخبار الحلوه يعني، فكويس ان انت قلت لنا كده. طبعا ده خبر حلو جدا. المشغل ده هتبداوا تختاروا السيدات اللي هتبقى موجوده فيه وبتشتغل فيه على اساس ايه؟ لا، هو المشغل دوت يعني مثلا احنا متبرعين لمكانتين لمركز دعم المراه في الطور. ففكره ان انا حاطه مكانتين في مكان هيتدرب عليهم اكتر من سيده. صح. فترات صباحيه فترات مسائيه. هي دي الفكره. فكره المشغل انا مش هحدد عدد من السيدات بس هم اللي هيشتغلوا. يعني لو الصبح 20 واحده الشيفت بالليل هيشتغلوا 20 واحده. فانت كده بتفيدي عدد اكبر. 40 كل مكنه تبقى في بيت واحد. صح صح صح. وطبعا ده بالتعاون مع المجلس القومي للمراه. جميل. احنا بنحييكي وبنشكرك، ويا ريت يكون في نماذج كتير زيك في يعني مختلف المحافظات المصريه يعملوا المبادرات الحلوة دي، مبادرات تنموية، مبادرات لتنمية المجتمع وتمكين المرأة. أستاذة شيرين الهواري كانت معانا النهاردة مع حضراتكم، صاحبة مبادرة الطواري يمسكي في حلمك، مبادرة مشروع من البيت لدعم المرأة المعيلة في جنوب سيناء. نورتينا. نورتينا يا نور شيرين. والله وشرف ليا ان انا كنت معاكم في فترة بسرعة. قوي. نورتينا واسعدتينا. مجهودك. ان شاء الله. ميرسي ليكم ولاستضافتكم والدعم. كل حاجة جميلة في مصر. مصر حلوة بستاتها على فكرة، رجالتها برضه.